كنا تحدثنا عن الأخضر الإبراهيمي، المبعوث الدولي، والدبلوماسي الجزائري العريق. لماذا ترك المهمة؟ فشل كما فشل غيره ولا أسباب تانية؟ أنا أتذكر تركت قبل أن يترك. كنت جالسة معه في المكتب في جنيف وقال لي سيكون هذا المؤتمر القادم للحوار آخر مهمة لي، لأني لا أجد أن هناك أفق للحل، ولن أكذب على السوريون والسوريات وعلى نفسي في الاستمرار في مهمة أدرك وأجزم أن لا حل لها الآن، لأنه ما في قرار خارجي بالحل. نعم نعم. والسيد الأخضر الإبراهيمي كان واقعي صريح، ولديه العديد، يعني إحساس عميق بمأساة ومعاناة الشعب السوري. كان كل يوم يقرأ الصحف بالكامل، أنا أهيئ له كل القراءات، كل ما يجري على الأرض كان بين يدي أنا وآخرين طبعا في المكتب. ولكن كان مثلا يرفض أن يوسع المكتب إن لم يكن هناك أفق للحل، بينما غيره كان بذخ مال طويل عريض بالأمم المتحدة على الفاضي. في كمان شعوره الشخصي، هو محب لسوريا جدا. وأنا يعني بس صححي لي إذا كانت المعلومات خطأ، كان ينتقد بعض اجتماعات المعارضة، يقول نحن لما كنا بالثورة الجزائرية، وقالها مرة صراحة، كنا نجتمع 10 في غرفة في نيويورك حين نضطر للاجتماع، نحن هنا نرى بعض المعارضة في فنادق 5 نجوم، وبعضهم كان بده أجنحة كاملة. صحيح الكلام؟ يعني السيد الأخضر الإبراهيمي عاش تجربة الثورة الجزائرية التي يعني يعتز فيها كل عربي، صح، ولذلك كانت المقارنة كل صعبة. كل عربي وكل أمازيغي بعتقد. نعم نعم. المقارنة كانت صعبة لأي ثورة أخرى أو أي انتفاضة أو أي تمرد أو أي معارضة. كان يقارن تجربة الثورة الجزائرية والثوار الجزائريون بالثوار العرب في كل المجالات، يعني في كل الدول فيما يسمى بالربيع العربي. ولذلك يعني كان يجد أحيانا يوجه انتقادات لكل أطراف، هو وجه انتقادات لكل أطراف، وهذا دوره في رأيي الشخصي المتواضع جدا. يعني سيل أخضر شخص يفتخر الواحد بالعمل معه، يفتخر بالدروس التي تعلمها. صحيح. منه، خاصة في مسألة المصارحة للسوريين، أن لا تستمر في القول لدى السوريين أن هناك حل.